تبي تحكم 100% مثلا على لاعب اسمه زكريا هوساوي الظهير اليسار، لاعب شاب يقدم مستويات كبيره وجلس حمدان الشمراني على الخط، بس تبي تشوفه بكره وش بكره يبين وش يبين. تبي تلاقي الاتحاد مثلا كيف بيتغلب على انه بيلعب محور واحد مثلا اللي هو المصري طارق حامد. وعلى فكره وش اللي سوى فيه مدرب الاتحاد لما الجمهور بعضهم يقول لك ليش نبدل اماكن بين شراحيلي وبين حجازي؟ لانه هو يبغى الرجل القويه داخله جوا ما يبغاها برا عشان يسكر النقطه هذه الضعف اللي عنده في العمق، فما يبغى اللاعب اللي يلعب باليسار يصير على اليسار واللي يلعب باليمين يلعب باليمين ونقطه العمق هذا. فلما يدخلهم جوا يصير تسكيره العمق هذه، وهو اصلا اذا جاء عليه هجوم تلاقي الاظهره يدخلون جوا والاطراف يدخلون معاهم يقفل. يعني اذا لما يرجع العبود لما يرجع، فهذه تكتيك.